هنكمل إن شاء الله اليوم بالجزء الأخير بشابتر 4 بالتوكسيكولوجي. هذا الجزء بيحكي على أنواع الراديشن، أنواع الإشعاعات اللي ممكن يتعرض لها أي شخص. هاي الإشعاعات ممكن تكون عبارة عن إشعاعات سامة وإشعاعات بتسبب الضرر وبتسبب الأذى. الراديشن تايب، بدنا نتعرف على أنواع الإشعاعات والإلنس سيمتومز أند تريتمنت، شو هي الطرق اللي ممكن احنا نعالج فيها هذا الإشعاع، وشو هي الآثار الجانبية المترتبة على الشخص نتيجة تعرضه لهذا الإشعاع. أول نوع من الإشعاعات بدنا نحكي عنه هو عبارة عن الأتوميك راديشن، وبدنا نحكي كمان عن الأيونايزنج والنن أيونايزنج راديشن. أتوميك راديشن هي عبارة عن الإشعاع الذري، والأيونايزنج نن أيونايزنج هي عبارة عن الإشعاع المتأين للمواد المتأينة. We have two types من ال radiation، عندي نوعين من أنواع الإشعاعات. النوع الأول يطلق عليه اسم ionization أو ionizing agent، هي عبارة عن مواد متأينة، وهاي ال radiation هي مواد متأينة وعندها القدرة إنها تؤين الميديا أو تؤين المادة اللي بتخترقها أو بتمر من خلالها. ionizing agent هي عبارة عن radiation that can ionize the media where they pass، هي عبارة عن المادة اللي عندها القدرة على تأيين الوسط اللي عم بتمر فيه. وهي تصنف إلى نوعين، النوع الأول electromagnetic wave، الأشعة الكهرومغناطيسية، وهي عبارة عن الإكستري وعبارة عن الجاما راي. والنوع الثاني هي عبارة عن المايكروبودي، وهي عبارة عن بيتا وألفا وعبارة عن النيوترون، هي عبارة عن الإشعاعات النووية. النوع الثاني من الإشعاعات هي عبارة عن الـ non-ionizing agent، هي الإشعاعات التي لا تؤين العينة، يعني لا تتسبب بتأين العينة. شو هو الـ source of this radiation، مصدر هاي العينة؟ أولاً ممكن يكون natural، وممكن يكون مصدرها internal، ممكن يكون مصدرها external. إذا كان مصدرها internal، أحد الأشهر الأمثلة عليها هي عبارة عن الـ radioactive potassium، البوتاسيوم المشع اللي بفوت على الجسم مع الفود and they concentrate in muscle، ببلش يتراكم وببلش هذا البوتاسيوم يتجمع في العضلات. ممكن كمان الكربون والهيدروجين أيضا ممكن يفوتوا عن طريق الانهيليشن، عن طريق الاستنشاق. هذا كلياته عبارة عن internal، فاتت إلى داخل الجسم. external ممكن بسبب environmental radiation which consists of بروتون، الكترون، which they have high level of energy. الاكسترنال هي عبارة عن إشعاعات environmental، إشعاعات من البيئة المحيطة، وهاي الإشعاعات بيكون موجود فيها بروتونات، بيكون موجود فيها إلكترونات، وبيكون فيها كمية energy، كمية طاقة يرافقها كمية عالية من الطاقة. طبعاً الإكستري هي تعتبر نوع من أنواع الراديشن، الراديواكتيف سبستانس إن أويل. وطبعا النوع الثاني من انواع الراديشن هي عباره عن التعرض للاشعاعات الطبيه، اللي هي مثلا نتيجه التصوير المقطعي في المستشفيات وما الى ذلك. ميديكال مثلا نتيجه التعرض للاكستري، اللي هي ديورينج دايجنوسيس، خلال تشخيص الاصابه باي امراض. بلس راديو اكتيف اليمنت يوز فور كانسر تريتمنت، برضه كمان الاشعاعات العلاجيه او التداوي بالاشعاع اللي يستخدم عند مرضى الكانسر. ثلاثة، نوع الإشعاع ممكن يكون عبارة عن industrial radiation، إشعاع industrial صناعي. مثال عليه الجاما ريز، which it is used in iron industry، وهو يستخدم في صناعة الحديد، وفي البلاستيك سيرجري، في صناعات اللي هي عفوا مش صناعات، في جراحات التجميل. النوع الرابع هو عبارة عن النيوكليير بل، وبصير فيها annealing from pell caused severe damage، اللي هي عبارة عن الإشعاعات النووية. طبعا أي تسريب من المحتوى الإشعاع النووي يؤدي إلى دمج عالي جدا. measuring of radiation، كيف ممكن نقيس مقدار تأين المواد؟ أولا عن طريق الروتوجين، هي عبارة عن air ionizing، هي مقدار تأين الهواء المحيط اللي مر فيه هذا الإشعاع. تنين الراد، وهي عبارة عن الابزوربد انرجي، كمية الطاقة اللي امتصتها هاي العينة. ثلاثة الرم، وهي عبارة عن البيولوجيكال دامج
اللي سببته هاي العينه. بشكل عام شو هو التوكسيك افكت لاي راديشن؟ اي تاثير او اي تعرض لاشعاعات اعلى من الحد الطبيعي. نمبر 1 ممكن انه يسبب تلف ويعمل ميوتيشن في سلاسل الدي ان اي وبسلاسل الار ان اي. 2 ممكن يسبب هيمولايسس، هيمولايسس تكسر لكريات الدم. هيمرج ممكن انه يسبب نزيف داخلي، ممكن انه يؤدي الى سدن ديث، موت مفاجئ. 3 سيفير دياريا، هي عبارة عن الدياريا بتصير بشكل مزمن ومتكرر، وممكن ببعض الأحيان هذا الشخص يعاني من intestinal irritation. Central Nervous System Effect، بعض التأثيرات على الجهاز العصبي المركزي زي الكوما وزي الدث ممكن. Skin Irritation، وممكن يعمل Ulceration، هي عبارة عن تقرح وتقيح على سطوح الجلد وتهيج للجلد. ببعض الأحيان ممكن إنها تأثر على الجونادز اللي هي الأعضاء التناسلية، سواء الأعضاء التناسلية الذكرية أو الأنثوية، سواء بيأثر على الأوفري عند السيدات أو بيأثر عند التستس عند الرجال. 4 تيراتوجينيك أفكت، تأثيرها تؤدي إلى استحداث تأثير تشوه للأجنة. 5 ميوتيشن، اللي هي عبارة عن طفرات وراثية، وببعض الأحيان هاي الطفرات ممكن إنها تؤدي إلى وجود الكانسر، أو اللي هي بتسرع من عملية تكوين الخلايا الكانسر. بالنسبة لأنواع الإشعاعات النن أيونايزينج إيجنت، نن أيونايزينج إيجنت هي عبارة عن إشعاعات لا تسبب تأين العينة ولا تسبب تأين الميديا اللي عم بتمر فيها. فالنن أيونايزينج إيجنت هي عبارة عن راديشن كانت أيونايز ذا ميديا، ما بتسبب أي تأين للعينة. أحد أشهر الأمثلة عليها هو عبارة عن اليو في راديشن، هو الإشعاعات الألترافيولت. مصدرها ممكن يكون عبارة عن ناتشرال من السن ريز، من إشعاعات الشمس، أو ممكن ببعض الأحيان مصدرها الثاني يكون عبارة عن سينثيتك مصنعة، زي مثلا الفلوريسنت لايت اللي هي الضوء المشع. شو هي التوكسيك إفكت اللي ممكن نتعرض لها نتيجة التعرض لهذا النوع من الإشعاع؟ 1 سكين بيرنز، بيصير في عبارة عن حروق على الجلد. 2 هاردينينج اوف ذا سكن، بيصير في تصلب للجلد. 3 بودي ماسز اون سكن، وجود كتل وأورام على سطوح الجلد. سكين كانسر، ممكن ببعض الأحيان سرطانات الجلد. كونجكتيفايتس، التهاب ملتحمة العين. وآخر شيء هي عبارة عن الكورنيا انفلاميشن، التهاب الكورنيا قرنية العين. هذا بالنسبة للنن ايونايزنج راديشن، لنوع الإشعاع اللي ما بيأين الميديا ولا الوسط اللي موجود فيه. النوع الثالث من الإشعاع اللي ممكن يتعرض له الشخص هو عبارة عن النيوكليير راديشن. النيوكليير راديشن يعتبر نوع من أنواع الإشعاعات الخطيرة جداً. النيوكليير راديشن هاد يرافقه عبارة عن مادة unstable isomer، هي عبارة عن مادة بتكون مصاوغة غير مستقرة produce radiation، تنتج إشعاع. طبعا هذا الإشعاع إذا تم استخدامه وتوظيفه بالشكل السليم يستخدم in medicine، يستخدم in industry، ويستخدم في research، يستخدم في عمليات البحث العلمي، يستخدم في الاندستري، في الصناعات. له استخدامات شائعة جدا وله استخدامات واسعة جدا في عمليات اللي هي التداوي، أو في عمليات العلاج بالمشاكل اللي بيكون لها استدعاء طبي. أحد أشهر الأمثلة على المواد اللي بنستخدم منها للنيوكليير راديشن هي عبارة عن الكوبالت CO، الأستي سترانشيوم، الجولد اللي هو عبارة عن الذهب، فوسفورس اللي بنعرفه هو عبارة عن الفوسفور، وآخر شيء اليود. فعنا الكوبالت، عنا الاسترانشيوم، عنا الجولد، فوسفورس، وعنا كمان الأيودايد. طبعا إذا تم استخدام هاي المواد بشكل غير مصرح فيه، يعني تم استخدامها بشكل بسبب الضرر على الجسم، هاي المواد أكيد بدها تسبب كانسر، وأكيد هاي المواد بدها تسبب استحداث ميوتيشن داخل الأجسام، بدها تعمل طفرات داخل الأجسام.
We have three classes من التوكسيسيتي. في عندي ثلاث مستويات من السمية. إما تعرض لهاي المادة بيعتبر highly toxic، زي التعرض للمواد الراديميوم والبلاتونيوم. ممكن التعرض لهاي المواد يعتبر moderate، زي التعرض للصوديوم كوبالتيود والكالسيوم. وممكن التعرض أو التأثير السام بيكون عبارة عن low زي الترينيوم. هدول بتكون عبارة عن التأثيرات من نتيجة تعرض لهاي المواد. طبعا أنواع الإشعاعات، عندنا ثلاث أنواع من الإشعاعات، عندنا ألفا راديشن، بيتا، والنوع الثالث هو عبارة عن جاما راديشن. نحكي على مفهوم شيء بنسميه كوتينيوس راديشن سيندروم. طبعا هي بتصير عبارة عن راديشن بويزنينج، عبارة عن التسمم أو التعرض السام للإشعاعات اللي بيسبب إلنس، اللي بيسبب مشاكل. It's caused by excessive exposure to ionizing radiation. سبب الرئيسي التعرض المفرط والتعرض الحاد لفترات زمنية طويلة وبكميات عالية من الـ ionizing radiation. Symptoms of radiation poisoning is الأعراض depend on many factors، تعتمد على عوامل مختلفة. أول عامل هو عبارة عن الـ exposed part of the body، هو عبارة عن الجزء اللي تعرض له الشخص من هذا الإشعاع، يعني أي جزء من الجسم تعرض لهذا الإشعاع. اثنين، الـ amount and the type of radiation، كمية ونوع هذا الـ radiation. ثلاثة، الفترة الزمنية اللي ظل هذا الشخص على طول عم بتعرض لها، duration of exposure. commonly هاي الإشعاعات بتسبب nausea, vomit, infertility، بتسبب العقم، والتعرض لها على فترات زمنية طويلة يسبب الميوتيشن ويسبب الكانسر.